الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يسبغ على الجميع نعمه، وأسأله أن يبارك فيكم وأن يعقبكم الخيرات وأن يرفع درجاتكم في الجنات، كما أسأله جل وعلا أن يغفر لوالدينا وأن يسكنهم فسيح جناته وأن يصلح ذرارينا. نكمل ما ابتدأنا به من قراءة كتاب الغسل من مختصر صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام البخاري: وعن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدور على نسائه في الليلة الواحدة في الساعة الواحدة من الليل أو النهار، وله حينئذ 9 نسوة وهن 11، فقال قتادة: أو كان يطيقه؟ قال: كنا نتحدث أنه أعطي قوة 30. قول المؤلف عن أنس: كان النبي صلى الله عليه وسلم، أي مما ورد عنه ومما نقل عنه صلى الله عليه وسلم، أنه كان يدور على نسائه. كان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في حواشي المسجد النبوي، فكان صلى الله عليه وسلم قد خصص لكل واحدة منهن ليلة، وكان ربما أتى بعض نسائه في ليالي غيرهن، ثم أتى لصاحبة الليلة الأولى في ليلة الزوجة الثانية. قوله في الساعة الواحدة من الليل أو النهار، يعني في الوقت المتقارب، وله حينئذ 9 نسوة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ب11 امرأة، وتوفيت خديجة رضي الله عنها قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ويظهر أن إحدى نسائه لم يتزوج بها إلا بعد ذلك. وهذا من خصائص ما أوتي صلى الله عليه وسلم من الأحكام، فقد أبيح له أن يتزوج بأكثر من 4 نسوة. وأما بالنسبة لأفراد الأمة فإنهم لا يجوز لهم أن يتزوجوا بأكثر من 4. وقد ورد في ذلك قوله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء 2 مثلى و3 ورباع. وورد في الحديث أن رجلا أسلم ومعه 10 نسوة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمسك منهن 4 وفارق سائرهن. قوله قال قتادة، يعني لأنس، قتادة بن دعامة السدوسي من التابعين، وهو من تلاميذ الصحابي الجليل أنس بن مالك. أو كان يطيقه، يعني هل يتمكن من المرور على نسائه في ليلة واحدة؟ فقال أنس: كنا نتحدث أنه أعطي قوة 30. وفي هذا الحديث جواز مجامعة أكثر من امرأة من زوجات الرجل في غسل واحد، وأنه لا يلزمه لكل جماع غسل. وفي هذا الحديث أيضا من الفوائد جواز المرور على غير صاحبة الليلة، بشرط أن يقضي لصاحبة الليلة من ليلة الأخرى. وفي هذا الحديث جواز أن يخرج الجنب من بيته، وأنه لا يلزمه أن يغتسل قبل خروجه. وفي هذا الحديث بيان ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من كثرة النساء. وفي هذا الحديث مجامعة الرجل لأهله في أثناء النهار، فإنه قال: في الساعة الواحدة من الليل أو النهار. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال:
وقيمت الصلاة وعدلت الصفوف قياماً، فخرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فتقدم، فلما قام في مصلاه وانتظرنا أن يكبر ذكر أنه جنب، فقال لنا مكانكم، فانصرف، فمكثنا على هيئتنا، ثم رجع فاغتسل، ثم خرج إلينا ورأسه يقطر ماء، فكبر فصلينا معه. قوله هنا أقيمت الصلاة، أي أن الصلاة قد نادى المنادي لها بالنداء الذي يكون قبل التكبير مباشرة، نداء الإقامة. قال وعدلت الصفوف، أي سويت وجعل الناس في صفوف متساوية. وقوله قيامة، أي أنهم انتظروا تكبيرة الإمام، تكبيرة النبي صلى الله عليه وسلم للإحرام. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج إلا بعد أن ينادى أو أن تقام الصلاة، فخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فتقدم ليصلي بهم. فلما قام في محراب في المصلى انتظرنا، أي انتظر الصحابة أن يكبر النبي صلى الله عليه وسلم تكبيرة الإحرام، وحينئذ تذكر أنه جنب وبالتالي لا يصح له أن يصلي حتى يغتسل، فقال للصحابة مكانكم، أي يلزموا مكانكم، أراد أن يذهب ليغتسل من أجل أن يصلي بهم إماما. قال فانصرف، أي ذهب من مكان إمامة المسجد إلى حجره. قال فمكثنا، أي وقفنا ولم نغير من هيئتنا وقوفا انتظارا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم رجع إلى بيته، عاد إليه، فاغتسل غسل الجنابة بإفاضة الماء على جميع بدنه، ثم خرج من حجره إلى الناس ورأسه يقطر ماء، أي تنزل قطرات الماء من الرأس بعد اغتساله، فكبر تكبيرة الإحرام للصلاة فصلى الناس معه. ففي هذا الحديث مشروعية الإقامة للصلاة، وفي الحديث أيضا مشروعية تسوية الصفوف وتعديلها، وأن الأصل أن المأمومين هم من يفعلوا ذلك. وفي الحديث أن الإمام يصلي أمام الناس ويتقدمهم. وفي الحديث أيضا جواز أداء أكثر من صلاة بوضوء واحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج كان يظن أنه على وضوء سابق. وفي هذا الحديث عدم صحة صلاة الجنب، وأنه إذا صلى كذلك لزمه أن يعيد الصلاة. وفي الحديث أن الأصل أن المسجد ينتظر إمامه فلا تقام الصلاة حتى يحضر الإمام، أو يكون من عادته تفويض غيره بالصلاة فيه. وفي الحديث انتظار الناس للإمام في الصلاة ولو كانت قد أقيمت الصلاة. وفي الحديث جواز تأخير الصلاة عن الإقامة بوقت لحاجة مشروعة. وفي الحديث من الفوائد أيضا عدم استعمال النبي صلى الله عليه وسلم للمناديل بعد استعماله للماء في طهارته. وفي الحديث أن المأمومين ينتظرون إمامهم. وفي الحديث الخروج من المسجد بعد إقامة الصلاة لسبب مشروع كما خرج النبي صلى الله عليه وسلم. وقد عنون المؤلف الإمام البخاري لهذا الحديث بقوله باب إذا ذكر في المسجد أنه جنب خرج كما هو ولا يتيمم. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت
كنا إذا أصابت إحدانا جنابة أخذت بيديها ثلاثا فوق رأسها، ثم تأخذ بيدها على شقها الأيمن وبيدها الأخرى على شقها الأيسر. قولها في هذا الحديث كنا إذا أصابت إحدانا جنابة، يعني إذا أجنبت سواء كان بجماع أو احتلام، أخذت بيديها يعني أخذت الماء بيديها ثلاثا أي ثلاث مرات فوق رأسها، فتصب الماء على رأسها، ثم تأخذ بيدها على شقها أي على جانبها ونصفها الأيمن، وبيدها الأخرى اليسرى على جانبها الأيسر. وفي هذا بيان كيفية من الكيفيات التي كان يستعملها الناس في زمان النبي صلى الله عليه وسلم للاغتسال. وفي هذا الحديث أيضا من الفوائد بيان أن الرأس يستحب إفاضة الماء عليه ثلاثا في الاغتسال. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن موسى كان رجلا حييا ستيرا لا يرى من جلده شيء استحياء منه، وكان بنو إسرائيل يغتسلون عراة ينظر بعضهم إلى بعض، وكان موسى يغتسل وحده، فآذاه من آذاه من بني إسرائيل، فقالوا: ما يستتر هذا التستر إلا من عيب جلده، والله ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آذر أو به برص أو آفة، وإن الله أراد أن يبرئه مما قالوا لموسى، فذهب مرة يغتسل وخلى وحده فوضع ثوبه على حجر ثم اغتسل، ففر الحجر بثوبه، فلما فرغ أقبل على ثيابه ليأخذها، فأخذ موسى عصاه فخرج في إثره عريانا أحسن ما خلق الله وأبرأه مما يقولون، يقول: ثوبي يا حجر. وقام الحجر حتى نظرت بنو إسرائيل إلى موسى فقالوا: والله ما بموسى من بأس، وأخذ ثوبه فلبسه فطفق بالحجر ضربا بعصاه. فقال أبو هريرة: والله إنه لندب بالحجر ستة أو سبعة ضربا بالحجر، فذلك قوله: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا، وكان عند الله وجيها. قوله في هذا الحديث إن موسى هو النبي، نبي بني إسرائيل، كان رجلا حييا أي يتخلق بصفة الحياء، وبالتالي لا يرغب أن يطلع الآخرون منه على ما يستحيا من إخراجه وذكره. ستيرة يعني أنه يحب التستر ولا يحب أن يظهر شيئا من بدنه، ولذا كان موسى عند الاغتسال يستتر ولا يمكن الآخرين من رؤية شيء من بدنه من الحياء، ولم يكونوا يتمكنون من ذلك لأنه يستتر حال الاغتسال. وكانت بنو إسرائيل يغتسلون جماعات سويا عرات ينظر بعضهم إلى عورة بعض، وكان موسى يغتسل وحده، وحينئذ قال بعض بني إسرائيل: إن السبب الذي جعل موسى لا يغتسل معكم أن به مرضا وعلة، فقال بعضهم: إنه آدر، يعني أن خصيتي فيهما انتفاخ وورم بمرض كان يعرف عندهم، فآذاه يعني تكلم بعض بني إسرائيل فيه فوصفوه بأوصاف ليست فيه بسبب كونه لا يغتسل عريانا أمامهم، فقالوا بأن موسى لا يستتر هذا التستر إلا لعيب فيه، فإن جلده فيه عيب. وقال قائلهم: والله ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آدر، يعني في خصيتيه مرض سبب ورمهما وكبرهما،
أو به برص يعني بياض في بعض جلده، فلم يكن يريد منكم أن تطلعوا على هذا البياض، أو في بدنه مرض وآفة تجعله يمتنع من أن يغتسل معكم كما تغتسلون عراة. فأراد الله جل وعلا أن يبرئ موسى مما قالوا، وأن يظهر أنه ليس كذلك، بل هو سليم بريء مما قالوا. فذهب موسى مرة يغتسل وخلى وحده، فاغتسل عريانا على هيئته، لكنه كان مستترا، ووضع ثوبه على حجر يعني على صخرة كانت حوله، ثم اغتسل موسى عليه السلام، ففر الحجر بثوبه ومشى ذلك الحجر. فلما كان كذلك وفرغ موسى من اغتساله، ذهب ليأخذ ثيابه من أجل أن يلبسها، فلما وصل إلى مكان الحجر الذي عليه الثياب لم يجد الحجر، فوجد أن الحجر قد تحرك بثيابه، فأخذ موسى عصاه وأصبح يجري خلف هذه الصخرة عريانا. وحينئذ شاهده قومه بصفة حسنة على أحسن ما خلق الله تعالى، مبرأ مما يقولونه ويصفونه به من كونه آدر أو أبرص أو به آفة. وكان موسى حينئذ يتبع الحجر ويصيح ثوبي يا حجر ويطلب، ولما شاهد أن الحجر يجري علم أن عنده سبب وأنه يسمع مقالته، وحينئذ مشى الحجر حتى جاء أمام بني إسرائيل فوقف، فنظرت بنو إسرائيل إلى موسى وهو عريان، وعلموا أن ما قالوه ليس بصحيح، وأنه ليس بآدر وليس به برص ولا آفة، فقالوا والله ما بموسى من بأس. وحينئذ أخذ موسى ثوبه فلبسه، ثم لما لبسه طفق بالحجر ضربا بعصاه، لكونه أبعد ثيابه عنه، ولكونه قد ناقض مقصوده من الاستتار. يقول أبو هريرة رضي الله عنه والله إنه لندب بالحجر، يعني أثر ضرب موسى في ذلك الحجر حتى أصبح فيه مكان واضح لضرب موسى، 6 أو 7 مواطن ندب ونقصان بسبب ضرب موسى، مما يدلك على مقدار تأثر موسى بذلك. فقال أبو هريرة فذلك قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى، نهى الله هذه الأمة عن إيذاء نبيها وإيذاء صالحيها وإيذاء بعضها بالكلام الذي لا تصح نسبته أو بالأوصاف غير المرغوب في ذكرها. فقال لا تكونوا كالذين آذوا موسى، فبرأه الله مما قالوا، مما يدل على أن من وصف شخصا بغير ما فيه فإن الله تعالى ينتصر له ويبرئه منه ولو بعد وقت، وأن رب العزة والجلال قد يريد ببعض عباده خيرا فيجعل بعض الناس يتكلمون فيه. وفي هذا فضل موسى في قوله وكان عند الله وجيها، أي أنه صاحب مكانه ومنزله عند الله تعالى. وفي هذا الحديث من الفوائد فضل الحياء والتستر، وفيه أيضا استحباب التستر عند الاغتسال بحيث لا يشاهد أحد شيئا من بدنه، وفي الحديث جواز الاغتسال عريانا،
وفي الحديث أيضا بيان فضل موسى عليه السلام وذكر طريقة بني إسرائيل في الاغتسال، وفي هذا الحديث المنع من اتهام الآخرين أو وصفهم بأوصاف لا يرغبون فيها نتيجة الاستنتاجات والتقديرات. وفي هذا الحديث معجزة من المعجزات التي آتاها الله لموسى عليه السلام. وفي الحديث استحباب جعل ثياب الإنسان عند اغتساله قريبا منه، وفي الحديث استعمال العصا كما استعمل موسى عليه السلام العصا. وفي الحديث النهي عن إيذاء الآخرين بالكلام، خصوصا من كان من أهل الصلاح والتقوى. بارك الله فيكم، وفقكم الله لكل خير، وجعلني الله وإياكم من الهداة المهتدين، كما نسأله جل وعلا أن يسبغ علينا وعليكم نعمه، وأن يجعلنا وإياكم من عباده الصالحين وحزبه المتقين وأوليائه المفلحين. وأسأل الله جل وعلا أن يوفق ولاة أمرنا لكل خير، وأن يبارك فيهم، وأن يجزيهم خير الجزاء. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.